محتار كده ليه؟ مش عارف. محتاس كده اقول لي في ايه؟ اصلا انا كنت بدور على حاجه كده. الكلمه دي معناها ايه؟ او اصلا اصلها ايه؟ حالا تسمع وهتفهم هنا اصل الكلمه دي ايه. اصل الكلمه الجدع. طبعا كلنا فاكرين اغنيه عزيز عثمان الجميله اللي غناها ورقصت عليها تحيه كاريوكا في فيلم لعبه الست، واللي كانت بتقول تحت الشباك لمحتك يا جدع وصادتني شباك من عينك يا جدع. لكن يا ترى حد فينا سأل نفسه يعني ايه كلمة جدع؟ الجدع زي ما بتقول الكتب والروايات الشعبية اسم من أسماء الشيطان، وكان الجدع زمان هو الشخص المعروف بالمكر والخبث، لكن بمرور الزمن اتحول لقب الجدع عند الناس لصفة من صفات الرجولة والشهامة اللي بيتميز بيها ولاد البلد في الأحياء الشعبية. وبطبيعة الحال دخلت الجدعانة في السينما من أوسع أبوابها، فظهرت عندنا أفلام كتيرة خدت من الجدعانة عنوان ليها، زي جدعان باب الشعرية وجدعان حارتنا، ومحدش فينا ممكن ينسى الجملة المعتادة في أفراحنا لما بيقوم كبير العيلة بعصايته ويقول بعل وصوته سمع هوس ورقصني يا جدع.